وسطك بتطول وبحاراتك المخباية في بقلبها ألف حكاية تحكي عن الأجداد قصة عز وأمجاد طرزوها بعناية كلنا منقول ترابك مجبول بحب الناس وبدمها ماتوا تزهورك تما زرعوا بقلوب ولادهم هواك الما بيموت في أرض الخضرة والنعمة عم نسمع أحلى نغمة نغني صداها بعيد بتبشر من جديد بالجيل اللي بده يبني بسواعد سمرة بتعمر وبتكبر بأهلها بتكبر ترسم بخيوط المجد مستقبل أرض النور كلنا منقول قصتك بتطول حاراتك ومخباية في بقلبها ألف حكاية تحكي عن الأجداد قصة عز وأمجاد صباح الخير بداية نهار جديد رح نترافق فيه على مدى ساعة وربع من الوقت ضمن مساحتنا الصباحية يلي رح نتجول فيها سوا بسوريا وكل المحافظات السورية لنتعرف على كل شيء جديد وبمجالات مختلفة. وبداية يومنا أكيد خلو الأمل والطاقة الإيجابية عنوان نهاركم. فصباح الخير لكل حدا عم يتابعنا وأكيد دايما تحيتنا الصباحية رح تحمل الأمل فيكم حماة الديار. بدي صباح عليك لا يا سعد صباحك. سعد صباحك يا أريج وصباح الخير لكل مشاهدينا. تاريخ جديد رح نبدأ سوا خلال الساعات الصباحية رح تكون في مواضيع عن الصحة والكثير من المجالات يلي بتهمكم. محور صباحنا لليوم أكيد ولجنودنا وأبطالنا بالجيش العربي السوري أكيد بدنا نقول لهم صباح الخير. صباح إن شاء الله بيبقى عنوانه النصر. الله يحميكم يا شباب. ولنعرف شو أبرز مواضيعنا وفقراتنا الصباحية لليوم فاصل ومنبدأ. بداية صباحنا دايما رح نروح فيها على جولة على أهم الأخبار المنوعة والبداية أخبارنا لليوم رح نبدأها مع الطقس البارد يلي عادة بسبب سيلان بالأنف مما يسمى التهاب الأنف الناجم عن البرد أو الأنف المتزلج حيث يقول أحد الباحثون أن درجة الحرارة المنخفضة تؤدي إلى ردة فعل تلقائي بالأنف وذلك ليجعل الهواء الذي نستنشقه دافئا ورطبا بحيث لا يسبب تهيج الخلايا عندما يصل إلى الرئتين. الهواء البارد والجاف بيحفز الأعصاب داخل الأنف لإرسال تنبيه للدماغ يلي بيستجيب عن طريق زيادة تدفق الدم للأنف وبذلك بتقوم الأوعية الدموية المتوسعة بتسخين الهواء وبيحفز الهواء البارد والجاف خلايا الجهاز المناعي الخلايا البدنية في الأنف حيث تنتج المزيد من السائل فيه لجعل الهواء أكثر رطوبة ويقدر أنه يمكن أن يفقد الإنسان ما يصل إلى 300 و400 ملي من السوائل يوميا من خلال الأنف أثناء تأديته هي الوظيفة. يعني هلأ عرفنا شو سبب بما يسمى الأنف المتزحلق المتزلج المتجمد سيلان الأنف أكيد نحن يمكن بالشتوية كل الناس بتعاني منه ولكن هلأ عرفنا الأسباب الصحيحة تماما ليا. وخبرنا التالي لليوم عن فنانة مبدعة أثبتت أنه فن البحر هو فن واسع ما له نهاية أبدا بعد أن قامت بصنع مجسمات لأزياء وآلات موسيقية من أملاح البحر الميت
الأدوات وعرضتها بأحد المتاحف العالمية. وقامت الفنانة بعمل متحف لأعمالها المجسمة من الملح، ولم تكن تلك الإبداعات مجرد أعمال ومجسمات، بل تغيرت مكوناتها الأساسية حتى أصبحت خالصة من الملح، لأنها قضت وقت كتير طويل بتشكيل هذه الأعمال من الملح، حيث كانت تغمر بعض الأزياء والأشياء الأخرى بالبحر الميت لمدة طويلة ثم تستخرجها، وهو ما يجعلها تظهر بالشكل يلي عرضت فيه بالمتحف. يعني عم نشوف أريج لقطات من هي المنحوتات يلي هي منحوتات ملحية. خلينا نقول كمان ليا بإحدى صباحاتنا وأخبارنا المنوعة كمان كان في فن وإبداع بالبحر من الصدف وأحجار البحر، واليوم شفنا بملح البحر كمان بحر الميت تماما عم بيكون في منحوتات. أما خبرنا الأخير لليوم من السوشيال ميديا عن فيديو بيظهر شيء غير مألوف يمكن عن الأطفال وردة فعلهم لما بيقرروا الأهل إنه يقصوا لهم شعرهم، لكن هالهدوء يمكن سببه النوم. خلونا نشوف الطفل مع بعض. عن جد مألزون الأولاد صغار بكل حركاتهم، مو معقولين. عن جد، وخاصة يعني حرام عم يخفى كرمال يقص شعراته، يعني بس منيح في منهم الأولاد ما بيقبلوا بينتفوا حالهم. الأولاد بينتفوا حالهم تماما. ليا، هي كانت أخبارنا المنوعة لليوم، ودائما بيكون معنا مجموعة من الأخبار لحتى نتعرف عليها بمجالات الصحة وبمجالات أخرى بفقرة هل تعلم. خلونا نتابع مع بعض. معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نستذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم أن الاكتئاب لا يأتي من المشكلة التي يعاني منها الإنسان، بل من الإفراط في التفكير بها؟ وهل تعلم أن الأشخاص المكفوفين منذ الولادة لا يحلمون أحلاماً مرئية، ولكن ترتبط محتويات أحلامهم بالحواس الأخرى كالسمع، اللمس والشم؟ وهل تعلم أيضاً أن مضغ العلكة تزيل التوتر وتزيد من التركيز وتحسن الذاكرة؟ وأخيراً، هل تعلم أن أكبر جزء من فيتامينات الفاكهة يوجد في قشرها؟ لذلك ينبغي أن نأكل الفواكه بقشرها كلما استطعنا. كل صباح بنبدأ نسجل كتير من الأحداث يلي بتمرق بحياتنا، والبعض بيتخلد ليكون تاريخ تحول بمسار حياتنا. شوية أهم الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم، خلينا نتابع. لكل يوم أحدثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1493، المستكشف الإيطالي كريستوف كولومبوس يغادر العالم الجديد إلى إسبانيا لإكمال رحلته الاستكشافية. وفي عام 1896، ولاية يوتا تصبح الولاية 45 من الولايات المتحدة. وفي عام 1959، المركبة الفضائية لونا 1 تصبح أول مركبة فضائية تصل إلى جوار القمر. وفي عام 2015، علماء الآثار يعلنون عن اكتشافهم مقبرة الملكة المصرية الفرعونية خنتكاوس الثالثة. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1643،
عالم رياضيات وفيزياء إنجليزي وهو إسحاق نيوتن، وفي عام 1809 مخترع طريقة بريل للقراءة للمكفوفين، وفي عام 1940 بريان جوزيفان عالم فيزياء إيرلندي شمالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1973، وفي عام 1962 الممثلة المصرية ليلى علوي. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1941 هنري بريجسون الفيلسوف الفرنسي والحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1927. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. وهلأ منقلب سوا بصفحات شخصية اليوم. هو مبتكر ومطور كتاب برايل الذي أصبح نظام كتابة وقراءة عالمي لمن يعانوا ضعف حاد بالبصر. لويس برايل وصفحات من حياته بهالتقرير. لويس برايل مبتكر كتابة برايل، وهو نظام كتابة وقراءة عالمي يستخدمه الأشخاص المكفوفين أو الذين يعانون ضعف حاد في البصر، حيث أحدث ابتكاره مرحلة جديدة، وذلك عبر تمرير الأصابع على الحروف المكتوبة بنتوءات بارزة. ولد بريل في الرابع من كانون الثاني عام 1809 بمدينة كوبفراي في فرنسا، وفقد بريل بصره في الثالثة من عمره. تلقى الاهتمام من محيطه في وقت عانى فاقدي البصر من سوء المعاملة والخدمات. حصل لويس بريل على منحة تعليمية إلى معهد للمكفوفين اليافعين في باريس، واحتوى المعهد على آلة تكتب على الورق من جهة فتبرز من الجهة الأخرى، ويستطيع الكفيف تلمسها بإصبعه لقراءتها، لكن احتوى هذا النظام على الكثير من السلبيات. وفي عام 1821 عمل على تطوير اختراعه عبر ابتكار طريقة جديدة، وانتهى منها عام 1824، وبدأ في خلال العام باستخدام نظامه الجديد الذي يعتمد على 6 نقاط كرموز للحروف. أصبح بريل مدرساً في المعهد، حيث تم اعتماد نظام الكتابة بشكل رسمي في أنحاء فرنسا عام 1854، أي بعد وفاة بريل بعامين، والذي توفي في السادس من كانون الثاني عام 1852. وبداية فقراتنا لليوم مع بناء حياة سليمة عبر شباب قادر على اتخاذ القرارات الصائبة خلال مسيرة حياته. هدف انطلقت منه شبكة واي بير أو شبكة تثقيف الأقران الشباب بسوريا ببرامجها المتوجهة لفئة الشباب، وأهمها مهرجان المسرح التفاعلي. لنتعرف سوا اليوم على الشبكة وأبرز ما تقدمه، بصرنا نرحب بغيث صندوق. صباح الخير غيث، حضرتك منسق الوطني للشبكة بسوريا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، وكمان نجلة علي مدربة مسرح وبالفريق الوطني. أهلا وسهلا نجلة. أهلا وسهلا غيث، يسعد صباحكم. غيث، بالبداية خلينا نتعرف أكثر على شبكتكم واي بير. أول شيء شكرا لكم، أسعد صباحكم. شبكة واي بير هي شبكة دولية موجودة ب 54 دولة بالعالم، سوريا هي واحدة من هدول الدول. هي شبكة مبادرة أنشأها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتهتم بترويج أنماط حياة صحية للشباب من خلال بخصوص الأمور المتعلقة ب خلينا نقول العنف القائم على النوع الاجتماعي، خلينا نقول الصحة الإنجابية، وهي المواضيع اللي هن الشباب بهي الفترة لازم هن يكونوا متمكنين منها، بتمكنهم من هي المعلومات وبتعطيهم الوسائل لحتى هن يصيروا مثقفين أقران يقدروا ينقلوا هي المعلومات لأقرانهم. هي بتستند على مبدأ
القرين للقرين، هي من اسمها شبكة تثقيف الأقران، لأنه يعني بنشوف نحن أنه الشاب هو أكثر بتأثر بصديقه الشاب أو هيك، فنحن بنحاول أن يكون هذا التأثير إيجابي. نعم نجلة، خلينا يعني بلشنا مع غيس بالبداية، ولكن خلينا نحكي لوين اليوم قدرتوا توصلوا ببرامجكم وبهدف هي هذا البرنامج يلي بخص الشباب. تمام، هلا تعقيبا على اللي قاله غيس، بما انه الشبكه بتعتمد على فكره تثقيف الاقران، وبالتالي نحن بدنا نوصل لاكبر شريحه من الشباب اللي هن بيتشاركوا بالفئه العمريه، بيتشاركوا بالحاله الاقتصاديه والاجتماعيه والدراسه او السكن او غيره. من خلال برامجنا اللي بلشت من سنوات، مثل ما قال غيس كمان هي فكره مبادره من صندوق الامم المتحده للسكان، قدرنا نوصل لكثير شباب مو بس على نطاق محافظه دمشق ولكن على المحافظات السوريه، وقدرنا ايضا انه نوصل لاماكن ابعد. الشباب اللي قدرنا نوصل لهم من خلال برامج تدريبية، نحن بلشنا ببداية نشوء الشبكة انه نحن نأسس لبرامج تدريبية احترافية، سواء تثقيف الأقران اللي بتطرح قضايا مثل التوعية الصحية، حماية الشباب من الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس، العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكينهم أيضا بمهارات تانية اللي هي مهارات القيادة، التفاوض، مبادئ السلام، وكيف يقدروا يكونوا فعالين بالمبادرات والمنظمات اللي بيكونوا فيها. بما انه نحن شبكة، كيف نحن بطبيعة الحال عم نحاول نوصل بين كل المنصات، بين كل المنظمات والجمعيات الموجودة واللي عم تشتغل على أرض الواقع. يعني غيس، كيف عم تقدروا توصلوا للشباب، للشريحة يلي أنتوا عم تستهدفوها عبر شبكتكم؟ تمام. هلا بصراحه نحن حاليا طريقه الوصول للشباب هي عم تكون من خلال طريقتين. الطريقه الاولى هي الطريقه خلينا نقول التقليديه، لانه نحن بنتواصل مع الجمعيات والمنظمات الموجوده بسوريا، هن بيطلبوا مننا احيانا انه مثلا تدريب معين لفئه المتطوعين تبعاتهم، هي من خلال هي الطريقه. وفي الطريقه الثانيه اللي هي نحن حاليا عم نعول عليها اكثر، اللي هي في طريقه صفحه الفيسبوك، بينزل في عنا هو خلينا نقول استماره معينه، بيكون فيها مجموعة من الأسئلة بيقدم عليها عدد كبير من الشباب، هي بتكون بخصوص تدريب معين. نتيجة أنه فحص هي الاستمارة بيتم قبول عدد معين من هدول الشباب اللي قدموا وبينضموا للشبكة وبيعملوا التدريبات معنا، وهيك من خلال هي الطريقة نحن عم نقدر نوصل للشباب. اللي هن بيكون في تشبيك مع بعض الجهات؟ طبعا أكيد، نحن من أهم التشبيكات اللي شبكناهم هي السنة هن كانوا كتار بسنة 2017، كان في عنا تشبيك مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، كان في عنا تشبيك أكيد مع جمعية تنظيم الأسرة، مع الأمانة السورية للتنمية، كان في كثير تماماً أغلب الجمعيات الناشطة تماماً. وفي وأكيد من الشغلات اللي أو من خلينا نقول من الإيفنتات اللي عملناهن الكبيرة كانت بسنة 2017، اللي هو كان في عنا 3 أيام من النشاط لأجل السلام. هو كان استمر على يومين وكان مشارك فيه أكثر من 15 مبادرة وجمعية سورية بدعوة رسمية تمت من شبكة وايبير، وهن أرسلوا متطوعين من عندهم وشاركوا على مدى يومين بنقاش عن العنف القائم على النوع الاجتماعي والنوع الاجتماعي. نعم نجلة، يمكن أمور الشباب ومشاكل الشباب بالمجتمع بسبب الظروف، ويمكن قبل الظروف كان في مشاكل وكان في يمكن أبرزها ذكرتوهم من شوية، ولكن يعني أنتم تعملوا لجنة أو لجنة تصويت على أهم أبرز المشاكل أو أهم أبرز النقاط يلي لازم يمكن تتفاعلوا أو تعملوا تشبيك فيها مع الشباب، يعني step by step. تمام. هلأ بداية نحن في عنا قضايا رئيسية نحن مطرحة، يعني هي التوجه العام. تمام، التوعية الصحية، المساواة بين الجنسين، وقضايا ومشاكل الشباب. تحت هاي الثلاث بنود بيندرج كثير تفرعات وكثير مشاكل. طب في أخصائيين هنا اللي بيختاروا؟ طبعا هلا في عنا دائما هن الاشخاص اللي هن المصادر، مصادر المعلومات ومصادر اللي بنلجأ لها لحتى فعلا نبني هي البنيه التدريبيه اللي كثير واضحه قدامنا والكثير بتقدر توصلنا للاهداف اللي نحن حاطينها مستقبلا. بعد ما بنحط هاي القضايا من خلال المسرح التفاعلي، الشباب هن ببلشوا يطلعوا الافكار من عندهم، يطلعوا المشاكل من عندهم، لانه كل بيئه بتختلف عن البيئه الثانيه. نحن بس طلعنا على المحافظات صرنا نشوف انه المشاكل اللي بتعاني منها طرطوس غير حلب، غير الحسكة، غير الحمص. فهذا التباين وهذا الاختلاف بالمشاكل وبقضايا الشباب خلانا لا نوسع الدائرة أكثر ونوسع المدى أكثر لحتى نقدر فعلا نطرحها وتكون مؤثرة ونوصل للشريحة المستهدفة فيها. نجلة، ذكرتي لنا المسرح التفاعلي وهي يمكن أهم المحطات بمشروعكم، خبرينا عنه أكثر. تمام. هلا يمكن أول سؤال بنطرح، شو الفرق بين المسرح التفاعلي والمسرح العادي، وليش نحن كشبكة بنستخدم أداة المسرح التفاعلي؟
هي واحدة من أدواتنا التفاعلية لحتى نقدر نوصل أفكارنا للشباب وللشريحة المستهدفة بطرق كتير بسيطة وتوصل لهم وتأثر فيهم. المسرح التفاعلي بيعتمد على أنه نحن ما بدنا نصنع ممثلين محترفين، نحن بدنا نصنع كوادر من خلال المتطوعين اللي عم يشتغلوا على الأرض يقدروا يطرحوا مشاكلهم باستخدام أشياء كتير بسيطة، ديكور بسيط، مشاكلهم وحلول أيضا. طبعا، ولكن الحلول بتجي بعدين من الجمهور، وهون الفرق بين جمهور المسرح التفاعلي والجمهور جمهور المسرح العادي. جمهور المسرح التفاعلي مو بس جاي يسمع ويشاهد، جاي يسمع، هم تكمن عملية التفاعل يعني. تماما، يطرح أفكاره ويناقش يعبر يطرح حلوله. بالمرحلة الثالثة اللي هي أحد فرضيات المسرح التفاعلي إنه يطلع ويغير بالحدث اللي قدامه اللي عم يصير، يعني المسرحية أو السكتش أو شيء يقدر يغير لحتى يكون هذا الحل اللي بيرضيه واللي بيعبر عنه. نعم، غيث، مهرجان المسرح التفاعلي من صندوق الأمم المتحدة مثل ما ذكرت من شوية، هل وصلتوا لهدفكم؟ هل يمكن حققتوا نسبة مهمة باستقطاب الشباب وتفاعلهم من خلال المهرجان؟ تمام. هلا بصراحة قد ايه بالمية النسبة؟ هلا ما فيني انا اقول لك اعطيك نسبه مئويه، كونه نحن من اهم الشغلات اللي بنوعي عليها انه يكون كل رقم نحن بنحكيه هو يكون كثير مدروس ودقيق 100%، فما فيني اعطيك نسبه مئويه اكيد، بس فيني اقول لك انه حقق نجاح بنسبه كثير كبيره. نحن كشبكه كنا كثير فخورين بالانجاز اللي عملناه. من اهم خلينا نقول النتائج اللي نحن كان بدنا اياها تطلع من المهرجان، هي طلعت منا انه نحن نخلق خلينا نقول بيئه مناسبه للمسرح التفاعلي، خلينا نقول كمان نخلق بلاتفورم معين هو بيجمع فرق المسرح التفاعلي بجميع المحافظات السورية، نعطي فرصة للأشخاص اللي هن عم يعملوا المسرح التفاعلي بالمحافظات انه يجوا يلتقوا الجمهور هون بدمشق ونعطيهم المكان اللي هو منصة مهمة مثل منصة القباني، مسرح القباني. هدول كلياتهم هن خلينا نقول اهداف كانوا لمهرجان المسرح التفاعلي ونحن قدرنا نحققهم. بالإضافة طبعا الشيء اللي كان كتير مميز اللي هو تفاعل الجمهور مع القضايا اللي انطرحت. نحن كان في عنا 12 مشهد مسرحي، 12 عرض انعرض على مدى يومين، كانوا بيتضمنوا عن جد هي خلينا نقول قضايا بتهم الشباب. شو ابرز القضايا اللي لقت تفاعل اكثر من قبل الجمهور؟ ابرز القضايا اللي كانت هي خلينا نقول زواج الاطفال، كانت بتلقى كثير تفاعل. نتيجه انه في حاليا عم نحكي نحن هن كانت من اكثر من محافظه المشاركات، يعني مو بس بدمشق. فكان في عنا قضايا مثل زواج الاطفال، كان في عنا قضايا خلينا نقول مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، في كمان قضايا العلاقة بالمخدرات، بالوصمة والتمييز. هدول القضايا كلياتهم كانت عم تلقى كتير تفاعل، بس أكتر شيء كان هو مؤثر حسب ما شفنا نحن هو قضية زواج الأطفال، كانت كتير مؤثرة بالجمهور وكان عم يصير تفاعل مع عن أسبابها ونتائجها وليش هيك عم يصير وعن اقتراح حلول. طبعا كل هذا الحكي اللي احنا عم نحكي من الجمهور اللي كان عم يشارك. نعم، نجلة، يمكن في مشاكل اللي ذكرها غيث من شوي من خلال المسرح التفاعلي، طيب هون خلينا نحكي مع ضمن التشبيك مع الشباب ومشاركتهم بأي يمكن مسرح تفاعلي بتقوموا فيه، حدا من الشباب عنده مشكلة من ضمن هاي المشاكل ونلاقى لها حلول، انتو قديش بيكون لكم يد بمساعدته لتجاوز اي مشكلة حضرتكم طرحتوها؟ نحن بنستهدف كمان مو بس الشباب اللي هن يعني حياة جميلة عندهم كل شيء، الأشخاص فعلا اللي عم يعانوا من هاي المشاكل لما بيشاركوا بهاي الورشات التدريبية وبينتج عنا عمل مسرحي عم يطرح هاي القضية اللي هن فعلا عم يعيشوها بالبيت يمكن وعم يصادفوها كل يوم، مثل التحرش، مثل الزواج المبكر. كان في معنا كتير هيك حالات، والنتيجة اللي طلعت عم تكون نتيجة مؤثرة أكتر لأن عم تكون كتير نابعة منهم، عم تمثل فعلاً على أرض الواقع، وفعلاً في حلول يمكن تكون كتير غايبة عنهم. ونحن هذا اللي بنستهدف له، لما منروح على الشريحة المستهدفة في حلول أبداً ما بتكون خاطرة على بال حدا، بتطلع من الجمهور ويمكن الأشخاص بيضووا عليها وبصيروا فعلاً هو من خلال الإيفنت وخلاص، ولا في متابعة بيكون طبعاً دائماً؟ طبعاً في متابعة، وكتير بتجينا ردات فعل على أنه لا لازم نكفي بهذا السكتش، لازم نعرضه بأكثر من مكان، لازم نحاول نطور بالأفكار بالأداء
بالوصول للمحافظات الثانيه مثل ما قلت لك. فالفكره انه قديش الشباب عم يكون قادر يمتلك هي التقنيه ويعبر عنها، مو بس قضايا اجتماعيه، ممكن يستخدم تقنيه المسرح التفاعل لحتى يعبر عن اي فكره هو بده يوصلها للمجتمع وللعالم. يعني تقديم قضايا كثير مهمه للشباب والحكي عن مشاكلهم ووجعهم من الشباب حتى من عالم بتشبههم، بتشبه مشاكلهم، قريبه من اعمارهم، من اعمار بعض، يعني شيء كثير مهم. غيث، انت قديش بتحس انك بالفعل انت في بصمه لك ضمن هذا المشروع، بصمه بتحمل مسؤوليه كبيره؟ هلا بصراحه هي البصمه ما لها فرديه، هي بصمه الفريق الكامل، حتى بصمه خلينا نقول كل شخص شارك بالمهرجان، وحتى بصمه الجمهور يلي كان موجود واللي كان عن جد متميز بنقاشاته وبافكاره. ما في خلينا نقول شيء ناتج فردي، هو كلياته بيكون نتيجه عمل فريق كامل متكامل على مدى خلينا نقول اكثر من شهرين عمل حتى نحن قدرنا نوصل لهذا المهرجان بهي النقطه. بس اكيد خلينا نقول انه في انتماء كثير كبير، في فرح وسعاده بوجودنا بهذا المكان، وبانه نحن عم نقدر في اراده بتحقيق الهدف تماما، وانه نحن عم نقدر مثل ما حكيت نجل قبل شوي انه نحن نعطيهم الادوات البسيطه لحتى هن يقدروا دائما يعبروا عن حالهم. الشباب بهي المرحله هن يمكن ما بدهم شيء غير انه بس نحن بس بدنا نعبر عن حالنا، بدنا نقول شو وجعنا، بدنا نقول شو مشاكلنا، بدنا نقول شو قضايانا. مو دائما بجوز تكون مشاكل، احيانا ممكن تكون قضيه، هي مو ضروري تكون شيء سلبي. بس وقت انت تعطيهم هي الأداة اللي هي أداة المسرح، أو خلينا نقول الأدوات التفاعلية اللي هي بتعلموها من شبكة واي بير غير المسرح، فهن عم يكونوا قادرين على أنهم يطرحوا قضاياهم كلياتها. نعم، مع بداية 2018 أكيد الخطط صارت جاهزة والعناوين بالخط العريض صارت واضحة قدامكم أو أكيد. قدام عيونكم أكيد. خلينا بالختام يا نجلة نعرف شو هي خطط 2018. تمام، هلأ بعد كل هاي النشاطات الحافلة اللي كانت ب 2017 كان في تقييم لكل هاي المسيرة وللورشات اللي سويناها وللمهرجان وكل الإيفنتات اللي شاركنا فيها، وقد ايه فعلا نحن قدرنا نوصل للشباب وقدرنا نحقق أهدافنا بال 2017. بال 2018 حاملين الخطة ولكن هيك مكبرين كثير الأهداف إن شاء الله، حابين نوصل لشباب أكثر، حابين إنه نطور مثل ما قلنا بداية نعمل كوادر تدريبية بالمحافظات، يعني الكوادر هلا اللي عندنا إياها ما حتضل دائما، نحن حابين نبني اساسات ونواة بكل محافظه او بكل منطقه بسوريا لحتى فعلا هن يقدروا يكفوا ويقدروا انهم يشاركوا بهي النشاطات والفعاليات بدون دائما يكون في مساعده، طبعا اشراف وتيسير وهي الامور، ولكن هن قادرين انه فعلا يبنوا ويكفوا فيها. نحن اكيد نتمنى لكم كل التوفيق، وتحيتنا لكل اعضاء هذا المشروع وهي الشبكه. موفقين نجلة وغيث، شكرا لكم. شكرا لكم، موفقين. صباحكم سهلة. ونبقى بالشام ومن أجواء الامتحانات الدراسية يلي عم تتصدر المشهد، فقم السيد ياسر الشوفي عضو القيادة القطرية رئيس مكتب التربية القطرية، والدكتور هزوان البز وزير التربية بجولة تفقدية على عدد من المدارس على جاهزية القاعات الامتحانية. تفاصيل أوفى منتابعها مع زميلتنا ريم سليمان. مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المحافظات السورية، توجه ما يزيد عن 4 ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية إلى قاعات الامتحان. وفي جولة لتفقد سير العملية الامتحانية قام الرفيق عضو القيادة القطرية رئيس مكتب التربية القطري ياسر الشوفي والدكتور هزوان الوز وزير التربية بزيارة إلى بعض مدارس دمشق للتأكد من جاهزية القاعات الامتحانية والأجواء اللازمة وتأمين الراحة النفسية للطلاب ليؤدوا الامتحان بالشكل الأمثل. ما شاهدناه اليوم وما سمعناه من رفاقنا الطلاب سواء كان الإعدادي أو الثانوي أن هذا المنهاج هو معلومات قيمة وغزيرة تحتاج إلى فهم، المدة الزمنية كانت كافية، هذه تجعلنا ننطلق إلى المرحلة الأخيرة أو الامتحان النهائي أو التقييم النهائي لهذا المنهاج. يتعلق منه جزء بالمدرسين وجزء الآخر يتعلق بالطلاب وجزء الثالث يتعلق بالمنهاج، فهذه عملية متكاملة. نحن من خلال ما شاهدناه وما سمعناه نستطيع أن نجتمع في مرحلة لاحقة ونحدد الأسس التي سننطلق فيها مستقبلا في منهاجنا الجديد، لأنكم كما تعلمون أن الوطن لا يبنى إلا بالعلم والمعرفة.
أولا لأنه مناهج جديدة مطروحة، ثانيا الامتحان خاصة للصفوف الشهادات، امتحان الفصل الأول هو امتحان لنهيئ الطلاب كمان لشكل الامتحان النهائي حتى يكون في استعداد حتى نفسي للامتحان النهائي. وأمر آخر جدا مهم، لما نطرح الامتحان الموحد بنأمن تغذية راجعة حول المناهج، حول أيضا كمان لما نطرح أسئلة موحدة كمان نحن بيتم متابعة، هذا رح يتم بمركز القياس والتقويم التربوي دراسة نتائج مختلف المدارس على مساحة القطر، ومن خلالها فينا نقيم يعني عطاء المدرسين، المتابعة، وأيضا إذا كان في أي ملاحظات رح يتم دراسة حتى الأسئلة. كما التقى الوزير مع بعض الطلاب واستمع منهم حول واقع الأسئلة ووضوحها ومدى شموليتها للمناهج وآرائهم في المناهج الجديدة مقارنة بالسابقة ومدى تفاعلهم معها. طبعا مادتي اللغة العربية للثالث الثانوي بفرعيها العلمي والأدبي ومادة الرياضيات للتاسع الأساسي هي مواد جديدة لهذا العام، طباعة جديدة أي منهج جديد، وبالتالي كان لابد من قبل وزارة التربية وهي لفتي كريمي أن تأتي الأسئلة موحدة لهاتين المادتين على اعتبار أنهما جديدتين. أسئلة عموما بما أنه أول مرة بتجي والمنهاج جديد فبتخيل رح تكون يعني أخف من العادة. يعني ديك السنة أنا قدمت كالوريا، يعني هاي الأسئلة العربية أريح من ديك السنة وأشوى يعني على اختياري وهيك، يعني في الواحد يعرف يكتب وكويس يعني الأسئلة مريحة. بإصرار الجيل المستقبل على متابعة العلم والتعليم يرسخون الانتماء للحياة والصمود في وجه الجهل والجهلة، ويوجهون رسالة للعالم أجمع أن العلم والمعرفة حصن منيع بوجه التحديات وعلى رأسها الإرهاب. أما هلأ وصلنا لجولة على أبرز الأخبار الثقافية بسوريا والعالم، والبداية من دمشق وتحديدا من المدينة القديمة وخان أسعد باشا الذي احتضن حفلا بمناسبة عيدي المولد النبوي الشريف والميلاد المجيد تحت شعار سوريا بوابة الشمس ومهد الأنبياء. الحفل تضمن تراتيل وترانيم وأناشيد دينية بمشاركة فرق الكشاف ورقصات الدراويش والمولوية وبمشاركة من طلاب كلية الفنون الجميلة والمعهد التقني للفنون. تفاصيل أوفى رزتا كاميرا برنامجنا برفقة هلا السعدي. خلقنا بالشام بغير حقد، كحب العقد صورنا الجلال، وأرض الشام تجمعنا جميعا، وعشق الشام يحكمه اعتدال. هي سوريا بوابة الشمس مهد الأنبياء. تتضمن الفعالية مزج ما بين الترنيم الكنائسي والإنشاد الصوفي الإسلامي. نحن هذا الهدف منا، عم نحاول نعمل تشبيك بين جهتين لنوصل رسالة سورية سامية، كنا وما زلنا وسنبقى نقدم هذه الرسالة، ألا وهي أن الشعب السوري شعب متضامن متماسك. حبينا بنهاية السنة 2017 بداية 2018 أنه نجمع كل الأطياف الموجودة فيها ضمن فعالية واحدة ويكون الكل واحد، هو طبعا كل واحد فعله، حبينا نوسع أكثر ونوثق أكثر بهذه الفعالية. نحن حبينا من خلال يعني سوريا بوابة الشمس انه نعطي صورة جميلة جدا عن الفكر والاخلاق والحضارة السورية، واللي هي بتأسس بالموسيقى، لانه الاناشيد السورية اللي هي اسلام ومسيحية حتى في يعني تراتيل سريانية ايضا معها، بالاضافة الى الرسم، مجموعة من الصبايا من كلية الفنون، فالموسيقى والرسم والفنون هي مصدر الثقافة والحضارة السورية اللي هي مبنية على المحبة، مبنية على الخير، مبنية على العطاء. شاركنا اليوم بفعالية سوريا بوابة الشمس مهد الأنبياء لحتى نوضح للعالم فكرة أنه نحن بسوريا كلياتنا دين واحد، بلد واحد، كلياتنا أخوة. اليوم هي دورنا نحن التنظيم بهي الفعالية، استقبال الضيوف، ترتيب المقاعد لحتى يجلسوا عليها الضيوف. هي فعالية مبادرة كانت كتير حلوة بين الترانيم المسيحية وبين المولد النبوي. هي الشمس المضيئة على كل العالم وستبقى سوريا مضيئة على كل العالم، الوئام، وئام السوري، الوئام الوطني، هذا هو، هي هي سوريا بشمسها المضيئة، بوئامها الطبيعي بين أطياف شعبها. هذا اللي بيقدر أقرأ بكل بساطة اليوم من هي الفعالية، وهي تقريبا عنوان شامل لكل ما فيها من محبة من سلام. سوريا من آلاف السنين كانت هي دائما مهد الديانات والحضارات،
وهذا أهم شيء نحن مستمرين فيه وما في شيء بيفرقنا شو ما صار رغم الأزمة. هذا الشعب السوري اللي تربى على الانتماء والحضارة واللي بيصنع التاريخ وراح يضل يصنع التاريخ بفضل أبنائه السوريين. The world is trying to divide these people who is united. لقد حاول العالم تقسيم الشعب السوري، وأنا كفرنسي وبعيدا عن سياسة الحكومة الفرنسية فخور بدعم الشعب السوري في هذا التجمع وفي هذا الحدث الذي يجمع المسلمين والمسيحيين، ومن المهم أن نكون هنا بينكم. دمشق القديمة، طيافة، عنا العيش المشترك، حزننا واحد وفرحنا واحد، ونفرح لفرح بعضنا ونحزن لحزن بعضنا. الملتقى اليوم عم بمجد الله الواحد اللي كلنا بنعبده، وبنفس الوقت عم بيسعوا لينشروا هالسلام بهالأرض واللي بنتمنى أنه يعم كل العالم مو بس سوريا. يجب أن نتحد وإلا ستضيع هذه البلدة. نحن الآن في بيت أسعد باشا، أسعد باشا كان عالم ونحن سنكون عالم آخر، إذ ستصبح دمشق أسعد الدنيا بإذن الله. هي سوريا بلد التسامح والتعايش ومهد الديانات السماوية، كونها مهد الحضارات وإرثا ثقافيا للإنسانية جمعاء. وخبرنا التالي من دمشق أيضا، لكن هذه المرة من فندق الشيراتون، حيث عقد لكل من الفنانين اللبنانيين باميلا الكيك وجوليان فرحات مؤتمرا صحفيا بقاعة أمية. تفاصيل أوفى مع زميلتنا سالي شار. فبلا اذا عرض عليكي انت تشاركي بمسلسل باشاميه برفضي ولا بتقبلي؟ اكيد انا ممثله، يعني مفروض علي اني نوع. انا ما بحب، يعني انا مش مغنيه عندي لون واحد لازم انا اني احافظ عليه وابرز فيه برزت فيه هول الطاقات. انا ممثله. خبرنا التالي من عالم الفن السابع وباكورة إنتاجات المؤسسة العامة للسينما لعام 2018 مع فيلم أفراح سوداء، سيناريو وإخراج كوثر مع الراوي بعد وضعها اللمسات الأخيرة عليه. الفيلم يتناول الحرب التي نراها من خلال عيون ومفهوم الأطفال المدهش بغرابة أفكارهم وبراءتها، حيث استخلصت مع الراوي نصها من مقابلات عديدة مع أطفال سوريون تضرروا من الحرب على وطنهم ومن إجاباتهم أيضا. ويؤدي شخصيات فيلم أفراح سوداء عدد من الأطفال، كما يضم فريق العمل إشراف عام مراد شاهين ومدير إدارة الإنتاج باسل سراولجي واستشارة درامية عبد اللطيف عبد الحميد. ورح ننتقل لخبرنا الأخير ومع السينما، وأربع جوائز في مهرجان سينما في مهرجانات سينمائية عربية ودولية يحققها فيلم الأب الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما منذ إطلاقه نهاية العام 2016، وآخرها كان جائزة أفضل فيلم في المسابقة العربية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان دلهي السينمائي الدولي. وكشف مخرج الفيلم باسل الخطيب
أنه يحضر الآن لفيلم روائي طويل بعنوان دمشق حلب من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وبطولة الفنان الكبير دوريد لحام، ليكون هذا التعاون الأول معه، حيث سيبدأ التصوير مطلع شهر شباط القادم. يذكر أن فيلم الأب تجري أحداثه هو عام 2015، حيث يحاصر تنظيم داعش الإرهابي إحدى البلدات السورية ويحاول سكانها النجاة بحياتهم، بينما يقوم الأب الذي يلعب دوره النجم أيمن زيدان بمحاولة مستميتة لإنقاذ عائلته من الموت بأي ثمن. هي كانت جولتنا الثقافية لليوم، فاصل صغير ومكملين باقي فقراتنا. أريج كتير منسمع بالديتوكس أو حمية الديتوكس يلي صارت منتشرة بشكل كتير كبير بالفترة الأخيرة، ممكن مو بس للحميات الغذائية، أيضا في أنواع كتيرة من الديتوكس لها فوائد غذائية، والأهم أنه طبيعية وسهلة التحضير. لحتى نتعرف أكثر عن الديتوكس وأنواعه وأهميته بصرنا نرحب بأخصائية التغذية أريج درويش. صباح الخير أريج. صباح النور. هلا نعاد عليك. يا هلا فيكي ويسعد صباحك أريج. بالبداية خلينا نتعرف شو هو الديتوكس. هلا مثل ما قلتوا الديتوكس هو انشهر كثير بالفتره الاخيره، هو من احدث الطرق الغذائيه الصحيه لحتى نحن نساعد جسمنا بطرد الجسوم الموجوده والمتراكمه فيه على المدى الطويل. بيساعد جسمنا على اعاده تنشيط الخلايا وتجديد الخلايا من اول وجديد، فهو كثير منيح للبشره، هو كثير منيح لتقويه جهاز المناعه الموجود بالجسم. افضل طريقه لحتى نحن نتبع فيها الديتوكس او نظام حميه الديتوكس، منخفف نحن المواد الدهنيه اللي عم تفوت للجسم مثل اللحومات، منخفف النشويات، منخفف كل الاغذيه المصنعه والمعلبه، نعتمد اكثر على الخضره والفواكه وادخال المي بشكل كبير. نعم أريج، كنت عم اقول لك تحت الهواء انه بحس الديتوكس هو يمكن لانه صار موضه بالصيف، فهو يمكن له علاقه بالصيف اكثر هيك بحس، ولكن جاوبتيني انه لا بالعكس، في ديتوكس كتير له علاقه بالشتويه والطاقات ايضا يلي بتنقصنا بالشتاء، خلينا نحكي عنه. هي اغلب المشاريب الديتوكس اللي نحن بنعملها بتكون بارده، بس نحن المواد اللي عم نحطها فيها هي اكثر المواد اللي بتعطي طاقه للجسم. اكثر المواد اللي بتعطي طاقه للجسم هي الليمون والزنجبيل والنعنع والخيار، هاي المواد كلياتها هي داخله بتركيب الديتوكس بشكل كتير كبير، فهي بتعطينا طاقه خلال الصيف وخلال الشتاء.
فخلال الشتاء نحن لازم كتير نركز على إدخال عصير الليمون بالنظام الغذائي، لأنه هو أكتر شيء بيعطينا طاقة، بينشط الجسم بشكل كتير كبير، أفضل من كل المنبهات أو الكافيين اللي إحنا ممكن يدخل لجسمنا. خلينا نتعرف عن ديتوكس كل نوع منفرد. يمكن في كتير أشخاص بيهمهم أنه ينزلوا من وزنهم، يمكن كتير أشخاص عم يتبعوا هذا الديتوكس، خبرينا عنه أكثر، شو بيتضمن، شو بيحتوي، وكيف نصنعه؟ تمام. هلا نحن هاي المشكله اللي كثير نحن بنعاني منها، اغلب الموجودين هنا بيعانوا من البدانه ومن زياده الدهون بالجسم بسبب النظام الغذائي الصحي اللي نحن كلنا ما بنمشي عليه صح. يعني احنا البدانه بتصير عنا بسبب تراكم اخطاء غذائيه بيزيد الدهون بالجسم وبتتراكم عنا، فنحن عنا ديتوكس، اثنين من مشاريب الديتوكس اللي هن كثير بيساعدوا على حرق الدهون. اول واحد هو الزنجبيل مع النعناع والليمون والمي اكيد. لحتى نحن نصنعه بدنا نحن 5 ورق نعناع مع نص ليمونة ومع ملعقة زنجبيل صغيرة. منغلي المي لحالة، كوب المي بدنا منغليه لحاله، منحط المقادير لحالة بإبرة ومنضيف المي الساخنة عليه، ما منحط المي ومنغلي المواد كلها سوا، يعني منحط المواد لحالة، منغلي المي لحالة ومنضيف عليها. لأنه نحن لما منغلي كل هاي المواد ممكن نحن نخسر الفيتامينات الموجودة فيها، بالتالي نحن ما استفدنا شيء منها. هذا الديتوكس كتير بيساعدنا لحتى نحرق الدهون. لإنقاص الوزن بشكل عام ولا بس لحرق الدهون؟ لحرق الدهون ولإنقاص الوزن. هلا هاي لحرق الدهون أكتر. في عنا الديتوكس الثاني اللي هو بيخلينا نخسر كيلوغرامات أكتر، اللي هو ديتوكس خلي التفاح. لحتى نعمله نحن هو طريقة كتير سهلة وكتير منزلية وموجود بأي منزل المواد اللي بدنا نستخدمها. بدنا ملعقتين خل مع تفاح مع نعنع، كمان النعنع موجود تقريبا بكل انواع الديتوكس، والنعنع عشان يحسن الطعمه. تمام، بيحسن الطعمه بيعطي حلاوه بدل نحن ما نحليه بمحليات صناعيه ثانيه، فنحن فينا نستبدله بالنعنع. ومعلقه قرفه. اول شيء بنحط طبعا بنطحن المي، بدنا كمان لتر مي، بنحط بلتر المي كل المواد ما عدا التفاح، يعني بنحط له ملعقتين الخل وبنحط له معلقه القرفه وبنحط له النعنع، نخلطهم كلهم بالخلاط لمدة 10 دقائق تقريبا، 10 ثواني عفوا. ومنقطع الخيار التفاح لقطع صغيرة ومنضيفها، منحطه بالبراد وفينا نحن نشرب منه خلال النهار، منصفيه ومنشربه. هذا أكتر بيساعد على إنقاص الوزن. الديتوكس الأول بيساعد على حرق الدهون أكتر، وخاصة الموجودة بالبطن اللي كلنا منعاني منها. نعم. أريج يعني اليوم أريج، خلينا نحكي عن بالشتاء. يمكن بنشوف كتير انه انا معي جريب او انا ما بعرف حالي اذا متحسسة او اذا مرشحة او اذا مقربة او هدول التفاصيل يلي منعيشها بالجو البارد. خلينا نحكي عن استقبال الشتوية، انه تأخرنا على استقبال السنة. كيف لازم نستخدم الديتوكس لحتى شوية نعمل وقاية لحالنا من نزلات البرد؟ هلا هو اسهل ديتوكس نحن فينا نستخدمه باي وقت، وكثير بيعطي مناعه كثير قويه للجسم، ما يعني حتى قد ما انت تعرضت لبرد او شيء فهو بيكون عندك مناعه كثير قويه ضد الانفلونزا. ما بده شيء، هو بس ليمون، عصره ليمون مع المي، يعني فيكي انت الصبح بس تفيقي بدل ما تشربي كاسه المي لحالي، نحن كثير بنركز على شرب المي على الريق لانه كثير مفيده للجسم. كاسه المي بس عصيري لعصره ليمون صغيره واشربيها، صغيرة ما كتير نكتر ليمون لأنه ممكن نحن نضر المعدة. إذا فينا نحن مثلا نعمله 4 أيام بالأسبوع هذا الشيء، ما نعمله كل الأسبوع مشان ما بس اللي عندهم مشاكل بالمعدة. أما يلي ما بيعاني مشاكل بالمعدة فيه يعمله كل يوم. في أشخاص يمكن بدفونهم خيار كمان الخيار منيح، بس يعني هذا الليمون هو اللي بيعطي الطاقة. الخيار بيساعد أكتر على ترطيب البشرة. أما الليمون هو اللي بيعطي الطاقة للجسم وبأول مناعة كتير بالجسم. تماماً. هي إذا قلنا عن المناعة، أما هلأ يمكن كمان إذا نحكي شوي عن البشرة، كتير صبايا بيهمون جمال بشرتهم ويحافظوا على نضارتها يمكن بكل الفصول، شو بتنصحيهم يشربوا ويعملوا ديتوكس؟ هلأ نحن مثل ما قلنا هلأ الخيار أنه بيساعد على ترطيب البشرة كتير، فأفضل ديتوكس وأسهل ديتوكس كمان فيها تتبعه أي امرأة هو الخيار مع النعنع والليمون. مثل ما عم نلاحظ أنه الليمون عم يدخل بكل الديتوكسات. بدنا 8 أكواب مي، منحط معهم الليمون، منحط شرائح ليمون، ليمونية وحدة منقطع على شرائح بدون تقشير مثل ما هي، بس منقطع على شرائح صغيرة ومنحطها بالمي. والخيار كمان منقطع على شرائح صغيرة ومنحطه، منضيف له النعنع، منحطه بالبراد، هذا المفروض يكون بارد لأنه بينعش الجسم أكثر وبينعش البشرة أكثر، منحطه بالبراد لمدة 2 ساعة تقريبا وفينا نستخدمه بقية النهار. نعم، يعني الديتوكس انت 8 أكواب مي لازم يخلصوا بالنهار. بالنهار هو هلا احنا بالحالة الطبيعية المفروض
نحن نشرب تقريبا 8 اكواب مي، يعني بدل ما نحن نشربها ما كثير بنشرب مي، بدنا نعوض، يعني بدنا نحن ندخل المي بشكل تدريجي. هي اكثر شيء يعني تاخذ المي دائما، انت فيك تلاحظ الفرق لحالك بالبشره كيف بيكون قبل وبعد، السواد اللي تحت العيون كله بيروح، التجاعيد اللي حوالي العينين كلها بتروح، هي كلياته المي هي اللي بتعملها، بس احنا بدنا نسابر عليها. يعني فينا نحن لحتى ما ننسى المي نخلي قنينه مي قدامنا على طول، اي مت ما لقينا حالنا نشرب، يعني حتى لو شوي، ما ضروري نحن ناخذ الكوب كله مثل ما هو نشربه، يعني فينا على النهار ناخده برياحتنا. كمان يمكن أريج بالأحوال الطبيعية بيقولوا لنا كتروا فواكه الموسمية، هي كتير بتنشط الخلايا الوجه وخلايا الجسم. كمان في أنواع ديتوكسية يمكن بتخلها فريز، بتخلها بطيخ، كمان هي لها فوائد معينة للجمال والبشرة. طبعا أكيد هي نحن نظام أو حمية الديتوكسية بتعتمد على الفواكه والخضروات الطازجة، يعني نحن نحاول مثلا عندنا هلأ نحن موسم الفريز، نكتر من الفريز، كتر من الديتوكسات اللي فيها فريز. هلا الليمون تقريبا متواجد دائما، فهو داخل بكل انواع الديتوكسات. في عنا ديتوكس كتير مفيد اللي هو الفريز مع البطيخ اللي قلت عليه. بدنا نحنا كوب فريز، هذا اطيب ديتوكس يمكن كتير عن جد طيب، وفيه عشبة الروزماري اللي هي اكليل الجبال اللي بتعطيه طعمة كتير طيبة. بدنا نحنا لحتى نعمله بدنا كوب فريز، بدنا كوبين بطيخ احمر مقطع قطع صغيرة، واثنين غصنين صغار من الروزماري. بدنا نقوم بالمي، المي بدنا لتر ونص. مطحون او قطع؟ لا بنقطعه قطع. هلا بنقطع الفريز قطع، بنحط معه عشبه الروزماري وبنطحنهم بالخلاط. يعني الفريز مع الروزماري اول شيء بنطحنهم، بعدين بنضيف لهم البطيخ، بنرجع كمان بنطحنهم، وبنحط بنضيف لهم لتر ونص مي، بنسخنهم على الغاز مو ليغلوا، ما فينا احنا نخليه يغلي لانه هيك بنكون احنا خسرنا كل الفيتامينات، لانه الحراره الفيتامينات بتتاثر بالحراره. فنحن بس بنسخنه بنرجع بنحطه باكواب، بنحطه بالثلاجه لحتى يتلج وفينا نستخدمه بعدين. بنحطه بالثلاجه تقريبا مده ساعتين لثلاثه وبعدين بنستخدمه، مشان بيصير بيتقطع تقريبا قطع معنا. فينا ناخده هيك بدون ما نشربه، فينا نخليه شوي مثل السلاش وبنشربه. نعم اريج، يمكن كلنا جربنا الديتوكس، بس في ناس ما بيسوى للديتوكس، او في ناس ما بيسوى لانواع محدده، وفي ناس لازم تاخذ انواع محدده. هون يمكن الاجتهاد الشخصي بيلعب دور سلبي، خلينا نحكي عن هالموضوع اكثر. هلا نحن مثل ما قلنا انه النظام الديتوكس بيعتمد على ادخال كميات كبيره من المي للجسم. فنحن في عنا ممكن يكون عنا مرضى عندهم احتباس سوائل، يلي عندهم احتباس سوائل نحن بدنا نعطيهم مدربول لحتى نحن نتخلص من السوائل الزايده بالجسم، فهو ما فيه يتبع حميه الديتوكس. في عنا اكثر شيء عنده احتباس سوائل يلي بيعانوا من امراض الكليه ومن امراض القلب، هدول الاثنين بدنا نكون كتير حذرين معهم باتباع حمية الديتوكس، ما فينا نتبعها بشكل كتير كبير. في عنا كمان الأشخاص اللي بيكون عندهم نظام غذائي كتير غلط، اللي هو كتير بيعتمد على إدخال دهون، على أخذ كميات كبيرة من البروتين ومن السكريات كل النهار. فنحنا ما فينا نفاجئ الجسم بأنه فورا نقطع عنه كل شيء ونعتمد بس على المي والفواكه، لأنه هذا الشيء كتير غلط. بدنا نحنا نصير نعوده تدريجيا. يعني هلا أمراض القلب والكلية كتير بدنا نكون حذرين معهم، أما يلي بيكون عنده عادات غذائية غلط كلها غلط، فنحنا شوي شوي بدنا نعوده على نظام الديتوكس، ما فينا نحنا فورا ندخل فيه. نظام الديتوكس ما فينا حتى للأشخاص السليمين ما فينا نحنا نتبعه لمدة مثلا 4 أيام أو 5 أيام بالأسبوع، لأنه نحنا جسمنا بحاجة لمواد غذائية ضرورية تدخل له، اللي هي أساسية السكر البروتين والدهن. يعني كم يوم يفترض أنه ماكسيموم 3 أيام بالاسبوع؟ بالاسبوع لكل يعني الناس، لكل الناس حتى السليم، لانه نحن ما فينا نحرم الجسم من انه يدخل له دهن او بروتين. هلا احنا لما بنتبعه يومين او ثلاثه نحن عندنا مخازن بالجسم، الجسم عم يخزن بروتين، عم يخزن سكر ودهون، فهو فيه يستخدمه ويصير بيحرق الموجود الدهن الموجود بالجسم، لهيك نحن بنخسر الوزن. اما نحن لما بدنا نحرم جسمنا لاربع او خمس ايام من المواد الغذائيه حيصير في عندنا كثير ضرر، بده يصير عندنا وجع راس، تعب، ارهاق، تعب بالمفاصل، لانه احنا ما عم ندخل المواد الغذائيه الضروريه للجسم. نعم اريج، يمكن بنشوف بعض الامهات بيقولوا لاولادهم انه يلا ماما تعشربك شويه ديتوكس يلي فيه ليمون مشان تكون اكثر طاقه بالمدينة.
المدرسة. صح انه الاولاد ياخذوا ديتوكس او في انواع محددة للاطفال؟ فيهم ياخذوا الديتوكس، الليمون هو طبيعي، عصير ليمون هو طبيعي، وفي ياخذوا اي انسان صغير او كبير، بيعطي طاقة كثير كبيرة للجسم، بس بشرط انه نحن نحدد الكمية. وخاصة للاطفال نحن ما فينا نعطيهم كميات كبيرة من الليمون، وخاصة الصبح، لانه ممكن المعدة عندهم ما تكون متحملة انه يتخلى كل هذا الحمض. نحن عندنا في شيء بالجسم اسمه البي اش او الوسط القولوي، فنحن اذا اعطينا حمض زيادة ممكن نحن نضايق المعدة، نضايق الغشاء المخاطي للمعدة، ويصير عندنا مضاعفات وقرحة تماما. فلهيك نحن بدنا ناخده بكميات كتير قليلة. الطفل فينا مرتين مو أكتر من بالأسبوع، يعني نحط له بكاسة المي الصبح عصرة ليمون صغيرة. فينا إذا بدنا نحن نخفف له هاي القصة بالليل منحط بكاسة المي، منقطع شرائح خيار مع ورق نعنع وعصرة ليمون، منخليها للصبح ويشربها، بس مو أكتر من مرتين بالأسبوع. كمان هاي نقطة مهمة إنه كم مرة الواحد لازم يشربها، وخاصة للأطفال. يعني في كتير من الأخصائيين تغذية وأغلبهم بيقولوا انه دراسات كثير بتاكد انه المي كثير مفيده الصبح وخاصه على الريق. هلا في كثير اشخاص ما بيقدروا يشربوا مي الصبح، في ديتوكس معين تكون نكهته طيبه ومفيد انه يتاخذ كل يوم الصبح على الريق؟ هلا اللي حكينا نحن عنه من شوي هو افيد انواع الديتوكس، اللي هو المي مع الليمون. ما بياخذ من وقتنا الصبح كثير، يعني هي بس عبي الكاسه وعصري له عصره ليمون صغيره. فيك اذا ما قدرت تقبليها كل يوم صح؟ للصغير مثل ما قلنا انه يومين مو اكثر، اما للكبير فيه بس ما نكتر كثير ليمون، عصره صغيره يعني ما كثير نحط. فيك تحطي اذا بدك تخففي من حموضه الليمون تحطيها شريحه، ما تعصريها عصير، نحط معها عسل مثلا، هو فيك تحليها. او جاي في عندنا اكثر محلي نحن فينا نستخدمه العسل، بس ملعقه صغيره. مي بدها تكون فاترة ولا بارد؟ فاترة يفضل أكثر الصبح، لأنه بتساعد على الهضم أكثر. وبتنصحي أنه ينعمل فورا وينشرب أم قبل بكم ساعة؟ لا فورا أحسن، يعني بس الديتوكس الصباحي اللي إحنا نشربه يكون فريش فورا نعمله، بس يعني بنعبي الكاسة ونعصر له عصرة ليمون. نعم. فينا نحليه بالعسل إذا ما قدرنا نتقبل طعم الحامض الصبح. لكن يمكن هلأ أغلب السيدات من بعد الأعياد هلأ بيتجهوا فورا على الديتوكس لحتى يستقبلوا الصيف بجسم رشيق، أو الرجال لحتى يتخلصوا من الكرش. تحبي تعطيهم مثلا نصائح للرجال لحتى يتخلصوا من كرشون مثلا بشي ديتوكس هيك ظريف؟ هلا هو اكثر شيء بيروح الدهون والبطن مثل ما قلنا، اللي قلنا اول شيء اللي هو النعنع مع الزنجبيل والليمون. هذا اكثر شيء نحن بيساعدنا على حرق الدهون، وخاصه المتراكمه بالبطن وبالاوراق عند النساء. فهو كثير نحن بنعاني من مشكله على طول، نحن ما بنستمر فورا بنمل. يعني هو بده فتره لحتى يعطي نتيجه، ما حيعطيك نتيجه فورا. بس كم شهر يعني يفترض انه يستمر فيه؟ تقريبا لثلاث شهور. يعني هو ما بده شيء وسهل، بس نحن نتعود عليه مثل ما نحن بنعود جسمنا على عادات، مثل ما كلنا متعودين على عادات ما نصح وعلى عادات غذائيه كثير سيئه. فينا بطريقه بسيطه وبشكل تدريجي نحن نرجع نتعود على عادات صحيه. يعني يلي بيتبع مثلا الليمون الصبح مع المي كل الشتويه ما حيقرب، مو حيصيبه انفلونزا، يعني حيكون جسمه عنده مناعه كثير قويه. فهي كتير بسيطة وسهلة، بس نحن نتعود عليها بشكل تدريجي إن شاء الله. الله يبعد المرض عن الكل. وشكرا كتير لكل الديتوكسات يلي عطيتينا اياهم اليوم، ولكل الأفكار أكيد. شكرا كتير لإلك أريج درويش. شكرا لإلك أريج، وعم نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. أما هلأ مشاهدينا صار وقت ننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم الأنباء مع علا أبو خضر. صباح الخير علا. صباح النور أريج، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. قضت وحدات من الجيش العربي السوري على إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة في محيط بلدة حرب نفسه ووادي العنز في ريف حماة، وأحبطت وحدة من الجيش هجوم مجموعة إرهابية انطلاقا من مواقعها في بلدة حرب نفسه باتجاه نقاط الجيش في محيط البلدة، وأوقعت جميع أفرادها بين قتيل ومصاب.
قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن صمود سوريا شعبا وجيشا وقيادة هو العامل الأساسي في انتصارها على الإرهاب، وقام الحلفاء بدور مساعد في هذا الانتصار. وأضاف السيد نصر الله: نحن أمام انتصار كبير في سوريا، لكنه ليس نهائيا بعد، والحرب على سوريا في مراحلها الأخيرة، وقضينا على تنظيم داعش الإرهابي، لكن تنظيم جبهة النصر الإرهابي لا يزال موجودا. وأكد السيد نصر الله أن من يستطيع هزيمة داعش في سوريا قادر بسهولة على هزيمة جيش الاحتلال الإسرائيلي. جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد موقف بلاده الداعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا مقرونا بجهود مكافحة الإرهاب. وأكد أبو زيد على المرجعيات الخاصة بالحل السياسي للأزمة في سوريا والممثلة بالقرار 2254 ومخرجات جنيف وعلى الحل السياسي، لافتا إلى أهمية أن يقترن الجهد السياسي بجهود مكافحة الإرهاب في سوريا. إلى فلسطين المحتلة، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت مناطق عدة في رفح جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. إلى ذلك وإمعانا في انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية، صدق الكنيسة الإسرائيلية على مشروعي قانونين جائرين ضد أبناء الأراضي العربية المحتلة. يجيز الأول تجريد الإقامة ممن يراهم الكيان أنهم ارتكبوا عملا ينطوي على ما سمته إساءة الائتمان لإسرائيل من أهالي القدس المحتلة والجولان السوري المحتل. ويجيز القانون الثاني إعدام المقاومين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال. في خبرنا الأخير، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية استمرار الحوار مع إيران، منتقدا نبرة التصريحات المحرضة التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي والنظام السعودي حول طهران. وكان أمين مجلس صيانة الدستور في إيران أحمد جانتي أوضح أن أعمال الشغب التي شهدتها بعض المدن الإيرانية مخطط أجنبي بالتنسيق مع عناصر بالداخل، لافتا إلى أن بعض المشاركين في التجمعات كانوا يطلقون شعارات مروعة ويسعون لتحويلها إلى أداة لضرب البلاد. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك أريج. شكرا لك علاء. أما هلا أكيد مكفين ووصلنا لفقرتنا الأخيرة ضمن صباحنا غير. أكيد أريج، رح نختم محطاتنا لليوم مع عدسة مصور فنان سوري وموهوب من الدرجة الأولى. موهبته مو بس بجمال كوادره يلي بيصورها، موهبته أكبر من خلال الفكرة يلي عم يطرحها بالتصوير. مؤخرا بالأيام يلي مرت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بآخر فكرة من أفكاره يلي أطلقها مع بداية العام، وهي عن الأبراج بس بطريقة جديدة وغريبة. رح نروح سوا لنشوف مقتطفات من تحضيرات جلسات التصوير والنتيجة النهائية. نرجع للرحب بضيفنا. من بعد ما شفنا يمكن هالتصوير الكتير حلو وهالتقنيات الجديدة يمكن أول مرة بنشوفها عنا، رح نرحب بالمصور الفوتوغرافي وسيم محمد معنا عبر التليفون من اللاذقية. صباح الخير وسيم، وينعاد عليك. بونجورين.
وعليكم يا رب. يسعد صباحك. عليكم بالخير. أهلا وعليك سهل. وسيم. ووسيم خلينا نتعرف أكثر عن فكرة الصور والأبراج يلي أطلقتها مؤخرا بالفعل فيها فن وإبداع. أول شيء صباح الخير وشكرا لكم على الاستضافة الحلوة وينعاد عليكم جميعا. هلا الفكرة بصراحة هي كانت كنا أول شيء خلصنا نحن نعمل شيء رائع، مجرد ميك أب وشعر غريب يمثل كل برج حسب مواصفات كل برج وحسب كل برج شو عنده من مواصفات وقصص سواء شكلية أو نفسية. فيما بعد أنا كان عندي فكرة البلاك لايت اللي هي الألوان المضيئة. حاولت ادمج الفكرتين مع بعض بحيث انه يبين الابراج وبنفس الوقت تشتغل فكره الالوان المضيئه بالصور. فقررنا انه نعمل رموز الابراج على وجوه الصبايا ونشتغل على رش الالوان بطريقه تبين كانه نحن عم نشوف مجرات او اكوان او شيء بتعلق بها. بحاله الابراج او الكواكب. واذا بننتبه بالصور كل الصبايا مغمضين عيونهم، فنحن كانه عم نوحي بانه هن ارواح ما بيشوفوا بس عندهم قدره على التبصر من خلال هيدي الالوان او هي الحاله الموجوده بالصور. ان شاء الله تكون وصلت الفكره والحمد لله كان في لها صباح. وصلت بشكل كتير راقي ورائع وبلمسات عن جد فنية مميزة. وسيم يعني هي مو الفكرة الوحيدة ولكن عندك كتير من الأفكار يلي بدأت فيها مؤخرا وهي صور عن شخصيات القصص، خلينا نحكي عنها أكثر. هلا مشروع الحكايات العالمية، هلا أول شيء أنا بدي أقول عن جد شكرا، أنا عندي جروب رائع عم اشتغل معي بالشعر بوريد محفوظ وبالمكياج زهير محمد وحتى بالازياء جورج شرابي، هدول مجموعه كلهم عندهم حماس حلو، فهيدي المشاريع عم تشوفوها هي نتيجه هي المجموعه كامله مو بس انا. فكره الحكايات العالميه بلشت بانه انا دائما كنت اشوف انه سواء بديزني او باي مشروع بيعملوه برا عم يحولوا لنا الحكايات لافلام ولاشياء كثير واقعية بس حلوة، يعني عم شوف الشخص بشكل واقعي بس بشكل استاذ فيه هيدا الروح الخيالي. فأنا حاولت قدر الإمكان بالإمكانيات الموجودة عندنا أني حول هيدا الشخصيات اللي هي عبارة عن ورق وعبارة عن حكايات موجودة بخيالنا لشيء واقعي. فبلشنا بأول حكاية اللي كانت هيلا وذئب. قلت بدي أعمل تجربة بس أشوف الناس رح تحب ولا لا. أكيد حبوا، ما هي سنة تقريبا كثير، يعني انا تفاجأت لانه نزلت الصور وبتذكر سكرت نت وفتحت ثاني يوم الصبح لقيت كثير كان في ضجه بالصور وكثير العالم حبيت فكملت، يعني صار لي سنه ولسه باقي عندنا تقريبا اربع حكايات نخلص. هلا كنا موفقين جدا ببعض الحكايات وبعض الحكايات الظروف شوي اثرت فكانت يعني اقل جوده من غيرها، بس الحمد لله عموما كان في اقبال حلو، كان في طريقه طرح للصور بحسب الامكانيات اللي عندنا جميله. وحاولت قدر الامكان حتى بالالوان او بالكوادر او باي شيء بدي اشتغله انه فعلا يكون في شيء ماجيكال، مو مجرد انه انا عم بعمل فكره وعم جيب حدا لفيته هيدي الازياء وصوره بجوازات معينه، عم حاول اطلع روح الحكايه. شو الحكايه الجديده وسيم اللي عم تحضر لها؟ هلا الحكايات الجايه هي في ساندريلا. هي رح تكون بدي ارجع عيد اختم مثل ما بلشت بليلا وذئب، رح اختم بليلا وذئب بس برؤيه ثانيه مختلفه شوي. وفي عنا كل الأقزام السبعة وفي عنا تنكربل، هدول الأربعة المقررين. وسيم إمتى بدأت تحترف التصوير؟ يعني كيف كانت البداية؟ هلا البداية كانت من تقريبا 6 سنوات. هي كانت مجرد بداية، هو أساسا أنا ممثل مسرح. فبالمسرح في علاقة بالتصوير اللي هي سواء السينوغرافيا أو الإضاءة أو الرياكشنات الممثل، كله هذا بيلعب دور أنت مصور كمان. لانه انت لما بدك تتعامل مع شخص ما مجرد انه هو الشخص عم ياخذ صوره، انت عم تاخذ حاله من هذا الشخص، بدك تعرف رياكشناته صح، بدك تعرف تخليه يعبر صح، بدك تعرف شلون يضو، شلون السينوغرافيا، هيدي القصص بترتبط بالمسرح. فبلشت انطلقت من المسرح على التصوير تقريبا من 6 سنوات. والحمد لله شوي شوي هي صارت شيء اساسي بحياتي، يعني صارت مهنه وبنفس الوقت هي هوايه لساتها وشغف. وتطورت شوي شوي من خلال المسلسلات صارت فيها. نعم. وسيم كان لك يمكن توثيق لأعمال سينمائية للمخرج جود سعيد، احكي لنا عن هي التجربة ويمكن كيف تمت وقديش حلو الدمج يمكن بين الموهبة اللي هي جواتك واللي انت بتحبها وانك تجسدها من خلال الصور. هلا هي كانت فرصة كثير حلوة الحمد لله، هي اول مرة كانت بفيلم مطر حمص، كانوا
كان في مثل اعلان كنا بدهم مصور للاعمال وبدهم يختاروا حدا جديد. فانا بعت السي في تبعي وبعت لهم شيء من الصور اللي انا عاملها وتم اختياري الحمد لله يوم فرافقت للمخرج السعيد بثلاث اعمال بعدها. مطر حمص، رجل وثلاث ايام، مسلسل احمد. فيما بعد شاركت في لقاء ضوء ومسلسلات ثانيه. هي تجربة حلوة خاصة بحمص لأنه كانت بعد خروج المسلحين من حمص دغري نحن كان تصوير الفيلم تبعنا. فكان كنا بحاجة لحدا يوثق شو كان عم بيصير جوا. فالحمد لله يعني أخذت صور بضل الله العمر بإذن الله، وفي أربع صور منهم هلا شارك منهم بسويسرا بمهرجان قدموت مهرجان سوري. نعم. بعت لهم أربع صور والحمد لله تم قبول أربع صور بالمهرجان. الناس حبت لأنه حاولت بالصور يعني أنا أوريهم الحياة اللي كانت موجودة حتى لو بمكان فيه دمار. تمام. كثير صور وريتهم فيها أنه حتى ولو بتفاصيل صغيرة أنه الحياة اللي كانت موجودة وفينا نرجع بهذا المكان، مو معناته إذا كان في فترة حرب أو شيء أنه تتغلب علينا أبدا. الصور كثير حاولت أوحي بالحياة بالحب كثير أكثر ثاني. إن شاء الله أكون وصلت للفكرة اللي كنت عم بطمح اني اوصل. اكيد ان شاء الله. وسيم، يعني حاليا التصوير والسوشيال ميديا قد ايه صاروا مرتبطين ببعض، وخصوصا انه الناس يمكن صارت عم تشوف شغلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. جدا، لانه بصراحه هي فينا نقول الركيزه الاساسيه اللي نحن عم ننطلق منها. يعني من دون وجود السوشيال ميديا بدون ما كان في هلا هذا الشيء اللي انا عم بطرحه للعالم ما كنت هلا ما كان على الهواء بصراحه. لانه هي سهلت، خلت الاشخاص يشوفوا اعمالنا بطريقه سهله. نعم. بطريقه هن عم يتصفحوا يشوفوها ونحن نطرحها بطريقه كل العالم هي وبيتها تشوفها. هلا كمان نفس الوقت لها مضار كثيره، بس فينا نقول ايجابياتها اكثر من مساوئها. لانه اقل ما يمكن او هي اكثر شيء ساعدتني فيه انه هي خلت الانتشار اوسع. نعم. وصار فينا نطرح اي فكره بسهوله ونوصلها لكل العالم بطريقه جدا مباشره. أكيد. طبعا. نعم. ان شاء الله بيوصلوا كل افكارك يا وسيم. بالختام، غير انه تعملنا جلسات تصوير لنا، شو هي مشاريعك يلي محضرها نحن كمان لل 2018؟ هلا المشاريع ما بتنتهي الحمد لله، بس الفكره هلا بدي خلص الاربع حكايات اللي بقيوا مشان يكون المشروع انتهينا منه. بعد في مشروع كمان حيكون جديد كثير بحب اني اطرح الفكره قبل ما تصير عرض الواقع، بس حيكون فيها شيء من الذاكره تعيش كل حدا سوري او كل حدا حتى برا سوريا. رح نشوف اشخاص نحن بنتذكرهم دائما بحياتنا اليوميه، رح نشوفهم بصور ان شاء الله. ان شاء الله. وفي مهرجان اللي مشارك فيه بسويسرا هو لازم يكون بعد فتره رح تكون الصور معروضه فيه. هيدا على المدى القريب. وفي اكيد جلسات تصوير لبعض النجوم عم نحضر لها هلا. أكيد وسيم، نحن بنتمنى أنه نشوفك عنا ضمن صباحنا غير، ونتشرف بلقائك، ونتمنى لك كل التوفيق يا رب. شكرا لك وسيم، وإن شاء الله سنة مباركة ومليئة بالنجاحات. ومع هالإبداع السوري أريج مشوارنا الصباحي وصل لختامه، لكن النهار بعده ببدايته. أكيد كل تمنياتنا بالنهار كله نشاط وحيوية، وتحققوا في كل شيء بتحبوه لكل مشاهدينا. وتحيتنا الأولى والدائمة والأخيرة لأبطالنا أبطال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا شباب. شكرا لكل المشاهدين، وشكرا لكل فريق العمل، ولك يا أريج. شكرا ليا، واكيد خلوا النجاح هو عنوان نهاركم بكل مجالات دراسكم وعملكم. ولكل حدا حابب انه يشاركنا بفكره او اقتراح، ابقوا على تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. وبنهايه هالاسبوع بتمنى لكم عطله اسبوعيه كلها راحه وسلام، تبقوا بألف خير. باي باي.